Y Galo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله. كيف حالكم يا اخوان؟ ان شاء الله بخير. اليوم جيناكم ردة فعلنا المباشرة على كلاسيكو اسيا، كلاسيكو المملكة العربية السعودية، كلاسيكو بين الزعيم بطل اسيا وبين متصدر الدوري السعودي العميد. العميد بطل اسيا. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين يا اخوان. مباراة مهمة للطرفين. الاتي اتوقع بنقطة راح يحسم الدوري اذا طلع. احنا ما نضرب نقطة، احنا ما نضرب رباح يا معلم. اذا طلع بنقطة اليوم ينحسم الدوري. الهلال في محاولة للحاق بالعميد وبالصدارة. مباراة لا تقبل مثل ما قلت القسمة على الاثنين. شو توقعاتكم يا اخوان؟ ان شاء الله ان شاء الله فوز. ان شاء الله نتمنى. ثواني، شيل عاطفة على الجنب. اي انا اتوقع فوز اليوم مع غيابات الاتحاد يا اخوان. لا ننسى انه غيابات الاتحاد اليوم حجازي كالعاده، عمر هوساوي مصاب باللقاء الاخير، العبود للايقاف، العبود للايقاف، حمد الله الساطي للايقاف، الاصابه كمان اساسيين وربي يا اخوان. بس ان شاء الله ان شاء الله انا يعني متامل بالخير، ان شاء الله نجيب الفوز. يعني اذا جبنا تعادل ممتاز ان شاء الله بهالغيابات. هاي غيابات الهلال ما في الا البريك غياب للاصابه. طبعا البقيه كلهم موجودين، ماريجا، ايجالو، سلمان الفرج اليوم بيرجع على التشكيله الاساسيه كابتن. احنا بدنا اياكم كابتن اصلا. نشوف نشوف حبايبي. يبلا تسلم من اللايك وتفعيل زر الجرس واشتراك بالقناه، ربي يسعدكم. مباراه اليوم يا اخوان الشيء اكيد بيها اليوم المتعه. او ربي المتعه اكيد، يعني سواء فاز الهلال او فاز الاتحاد. يا عمري اليوم نكون او لا نكون رايحين على الرياض، بنحرقها حرق يا اخوان ان شاء الله. الشيء المضمون اليوم بالمباراه يا اخوان هي متعه. انت راح تشاهد متعه سواء فاز الفريق الاتحاد او الهلالي او التعادل. انت الشيء المضمون اليوم المتعه، راح تتمتع من كره القدم. اقوى فريقين بالسعوديه يا اخوان، اقوى فريقين تقدر تقول باسيا حاليا تقريبا. هلال مستوى السنه هاي ما شاء الله متصدر لا تكلمني. والله أيوة. الإتس السنة هاي متصدر لا تكلمني وفارق يا معلم. والله داعس على 150 ومش بيقول ما حدا قدي يا معلم. عم يطلع عليك ورا مو شايف حدا يا زلمة. مو شايف حدا، مو شايف حدا الإتس برا زلمة. هني يا عمي العرض هذا. يا وين حد تهديد الاول بلش الضغط يا معلم. هو هذا الفهد البيشي، هذا البيشي. لا فهد يا اخي رقم فهد، فهد 8، فهد 8 العب عرضيه كبير وايجالو بيستنى. اسود يا الله وين على الدفاع بايده. شو في حطه جزاء وليش ركله جزاء. سألني الله براسه، شايله براسه الدخيل. الله كيف اصبر 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 نشوف الفار هم يقول ركله جزاء براسه يا زلمه. شايله وين الايد؟ انا شفت جابه براسه. وين الايد؟ ضيع سالم كرمال الله ضيع. يا مارسيلو العب كرمال الله ضيع يا سالم. مارسيلو حيجيبها يا معلم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا مارسيلو. يا عمري يا عمري يا عمر على سالم، تحلم بالاحلام انه يضيع سالم. الله يا زلمه صد يا زلمه خفيفه يا زلمه. افضل لاعب في اسيا هذا. هذا تورنيدو ولا تورنيدو. عندي الوعد. الله الله عم يقول له هيك. الله 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 الله. هادي 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 واعصاب اعصاب بارده. شوف خلاه يروح مارسيلو على اليمين حطها له شمال. يلا سعود اضغط يا عمري. جاب سعود ايه قالوا ايه سالم يا سلام. كيف يا عمري على مارسيلو؟ مين هذا بيلعب هناك؟ من هو دخيل الله من هو؟ شتمراني يا زلمه. طب شلون يا راعي؟ شو هذا شمراني؟ كيف يا زلمه كيف؟ شو تعمل؟ لا حول الله. الشنقيطي هذا مش شمران يا زلمه. سالم عالي يلعبها. الشنقيطي هذا دخيل الله. يا الله برجله جابها. الحمد لله الحمد لله يا زلمه. شلون تجي قدام كمان سالم الدور سري؟ ايه قالوا؟
ويلا على ما يا عمري انا زلمه شو مال الدفاع طيحوا بالقلعه يا زلمه طيحوا سيء الدفاع عليهم الحافظ طاح الحافظ طاح بالارض اي قال يا كبير شو يا عمري الشمراني هذا الشمراني طاح يا الله على مارسيلو لولا مارسيلو 3-0 لولا مارسيلو 3-0 الدقيقه 30 متوقع يا اخي والله متوقع يا يا رب يا رب يستفيد من الافضليه يا رب والله يا اخي ليش ليش رومارينو بالسليم العب العب بالسليم حلو حلو الثلث الثاني ما يعدونه بملعب الهلال الثلث الثاني وبس يوقف النادي الاتحاد الثلث الاخير ما بيلعب فيه ابدا يلا اطلع له طلع طابه واحده اطلع بس اطلع انطيه بس. بس 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 مقفلين الملعب كله مقفل مالك يا رومارينو باص باص مش بس رومارينو واندريو برونو قدرونو الكل فهد كل قراراته سيئة قرارات سيئة جدا للعبة الاتحاد مواصلات سيئة جدا شو حلو رومارينو يا الله هاي من راح فيها والله قلت له يا الله يا الله كيف وقع احنا ما نصل الا بهدف انا كنت خايف ما في شيء والله قلت يا الله غاد 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 حلو يا رب يلا لا 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 تشوط اللي في الجواب اي بعيد امشي امشي دخيل الله امشي ما في حدا معاك بعيد حلوه من مرض الله بعيد مالك يا عليان مالك ليش يعني ضيع المباراة جابها ياسر اعطت سالم اعطت سالم ايه قالوا راحت يا الله حرام ما اعطى ذاك يا زلمة ليش برافو برافو ايه قالوا حبيبي والله معلم يا الله حلو يلا قحلو قحلو يلا ينبيشي يلا يكبر يا رب لعبوا تعبوا تعبوا انت روح طلع مد الله بكفوت مد الله دخيل الله يا حلوة تمام فلوين وشو وشو المدافع شايل المدافع لا 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 والقشة كمان هو شا هو شاط ماشي دخيل الله لا لبليه مراقبة الحمد لله بك حرام حرام وشو وين رابيه نهاية الشوط الأول يا إخوان تقدم الزعيم 1-0 عن طريق سالم دوسري ضربة جزاء طبعا 40 دقيقة الاتحاد ولا إجا آخر 5 دقائق ظهرت مخالب النمور فرصتين عن طريق رومارينيو عن طريق هارون كامارا فرصتين محققات أهداف بالمقابل الهلال سجل هدف وضيع 3-4 فرص محققة للتهديف طبعا إيجالو ضيع فرصتين للأمانة سالم فرصة وكاريو فرصة شوط ممتع شوط مليء بالإثارة والتشويق والحماس جماهير ما شاء الله إن شاء الله قادمون يا أخوان قادمون إن شاء الله شوط ثاني أكثر متعة إن شاء الله يلا يا كامار حلو هلا جول 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 ابلع قول شلون عارضه اللي شال بدي شاله عارضه لا شاله ياسر اوك عارضه عارضه لو عارضه عارضه ما عاد شاله تسلم 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 متسلم بس ليش يعني ليش يعني ليش لاف الحارس بس اريد افهم ليش مو ضروري كانت الزاويه مفتوحه مش ضروري تلف الحارس مفتوح الجول كله شيل حلو شيلها يلا يا رب يلا طيب القهلو قهلو عطسي القهلو وحيينا المين هذا كمارة هذا خرجوا هذا نلعب ناقص اللعب ولا نلعب بكمارة دخيل الله أنا حارس بس شو هذا يا سلام يا الله وقف على الخط يمشي يا زلمة على الخط بدأ بس واحد ينكشها دخيل الله يا زلمة واحد بشوط انت بالنص ايه عرضه رومارين هو ايه يا ويلي يا ويلي ابلع ولا ابلع يا عمري انا ايوه وينهم ما شايفهم يقلبون اين انتم ايوه
حركة مامي يا معلم وينكم عمره عم يستاهلوا عشان البلاهي بتملعب هذا باص باللعب بلاهي هذا مو باص يا زلمة هذا مو باص بلاهي دخيل الله يا زلمة انت علا يا زلمة بالدفاع انت علا بالدفاع بلاهي فرج على النقلة الطاب او ربي فرج بس بين فرصة جول يا معلم تعدي دفاع شوربة يا معلم معك 50 لاعب على الاساس دفاع شوربة لو انهم موجودين لو مش شوربة كان لازم سجلين جول دفاع الهلال شوارع ايه والله ايه خمس ممررين خمسة فاتحين له بيلعب ياسر الشهراني المتضايق معاه خمسة يا زلمة اثنين لعيبة وصلت فاتحين معاه الحمد لله الحمد لله الجول قريب يا اخوي قريب الجول غاطر جول مبين بدي هذا الكوري ما له علاقة بكرة القدم قلبين نمزح قلبين الدفاع يا اخوان ما لهم علاقة بكرة القدم تبع الهلال واحد بحكي الصراحة قلبين الدفاع ما لهم علاقة بكرة القدم كمارا يا معلم يسجل بين القرآن انا ما انا مصدق وربي ولا انا وربي انا ما يقول فاضي ترى امشي ما ضيع اي برب شرحت على السعوديه طرف السعوديه يلا يكي بدنا هدف ثاني بدنا رومنتادا قالوا وشو هذا عمري يا قالوا رب مبين مبين شو يا اخي هذا اللاعب يا معلم يا معلم وك شو هذي معلم يا عمري حط حاله في الزاوية جاب حاله يا اخي مش الحارس يا اخي الدفاع الدفاع يا اخي طب مرتين يعمل هيك ليش يا زلمة يعمل عليك هيك انت يا عمري يا عمري يا عمري طيحه نفس اللعبة يا عمري شو نفس يا عمري شو حارس يا عمري شوف 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 يا اخي شو بتسويه الله عليك الله عليك تسلم رجليك هذا النسر النيجيري ولا هدع في الدوري حارس والله الحارس حط هالو في الزاويه اللي ما هو متوقعها ما تسلو متوقع الزاويه هذيك يا اخوان في الزاويه شوف وين بعدها يا زلمه ما تسلو بتوقع وين بشوك في الزاويه المفتوحه عكس التوقعات كلها متوقع بالزاويه هاي اطلع عليك ويار انطلق ولا شو قام يعمل؟ وقف 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 شفت الكوارث الدفاعية عندنا شفت الكوارث الدفاعية الكوري وكليش زعلاق اللي شكون لقى بالأرض وكبعد عن الطابة يا ربي عندنا كارثة دفاعية وعندكم كارثة هجومية وك واحد بخل يعني واحد عم يقول لك واحد يقول لك اتفضل عم يحط جول التعادل واحد يقول له لا تسلم حبيبي والله الله يا ولد شو هذا انا قلت لك يكون من الجول الاول هذا مش قلب دفاع حلوه يلا سلمان مريكا يا عمر تأشر متسلل ما اظن بيها في شيء ما يا معلم متسلل ان شاء الله كنت متسلل بس انت يا رب تسلل وربي هدف سلم على سلمان تسلل يا تسلل تسلل ايه قدم تسلل فورا تسلل لعيبة الاتحاد فورا عرفوا انه تسلل عندك الهلال وهذا طيح للثاني يعني شو انت الطباص يا اخي انت تفكر عليك ميسي اوكي يا رب فهود فهود يا رب يا رب يا والي يا والي ابلع ولا الحمد لله تسلل تسلل ما اتوقع بيها تسلل ما اتوقع يصفر دخيل الله 95 نهاية المباراة يا اخوان نهاية المباراة الهلال 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 يعيد المنافسة للدوري السعودي عن طريق إيجالو هارد لك للاتحاديين هارد لك مباراة متوقعة انه انا متوقع بفوز الهلال يا اخوان والله العظيم متوقع فوز الهلال طبعا برأيي انتصار مستحق للهلال رغم غيابات الاتحاد طبعا عشان الواحد بيكون منصف غيابات اثرت بالفريق الاتحادي بس وربي الاتحاد وربي على هالدفاع هذا الهلال الموجود لو موجود حمد الله كان عم يشي مزبوط كان اقل شيء جسر عطى النتيجه تعادل مزبوط بس في شغله اليوم الاتحاد لعب كرته
ما لعب كرة أبداً. أبداً. احكوا احكوا الصراحة، أنا ما راح أحكي. ها والله اليوم سيء الاتحاد بشكل عام، يعني سيء كدفاع كهجوم كوسط. ما لعيبة الارتكاز تبع الاتحاد اليوم يا زلمة أندريو وبرونو كثير سيء. مزبوط ولا لا؟ باص ما بيعرف بخرجه، كرة ما بيعرف بخرجه. يعني تشوف لا بالاتحاد ثلاث أربع تمريرات بعدها بتنقطع، مستحيل بتكمل. نعم. مستعجلين على طول، في استعجال بالقرارات خصوصاً بالشوط الأول. الهلال أتوقع يعني أنا أتوقع برأيي أنا استحق الفوز، امتلك الكرة أكثر، خلق خطورة على المرمى أكثر، امتلك الكرة أكثر، سيطر أكثر على المباراة. 40 دقيقة بالشوط الأول لم نشاهد الاتحاد، يعني أتوقع الهلال استحق الفوز أنا برأيي. الحمد لله يا إخوان، كان كلاسيكو ممتع، كلاسيكو مشوق، فيه كثير إثارة، في أهداف، في فرص ضائعة، في أهداف بالتسلل. الله على هدف لما نجد تسلل، هدف لفهد تسلل. فهد مباراة طبعا جمعت كل تفاصيل كرة القدم، مليئة بالإثارة والحماس والندية، جمهور ما شاء الله تبارك الله. بالنهاية يا إخوان لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات عشان يصلكم كل جديد. حبايب قط، تحياتنا لكم والسلام عليكم.